اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من كشك الصحافه، نبداها كالعاده بالعناوين. نقابه الصحفيين تكشف بعد 7 أشهر ان احد اعضائها معتقل في سجون الحوثي. الميليشيا تزرع عشرات الالغام في طريق اطفال ونساء البيضاء. الرئيس الامريكي ترامب اتشرف بلقاء زعيم كوريا الشماليه. في أكثر الأخبار قراءة، البحرية الروسية تحتفل بوصول أول قط روسي إلى سوريا عبر البحر. أهلا بكم. آلاف السيارات التي نهبتها ميليشيا الحوثي من مرافق الدولة وأملاك المواطنين وتريد ترسيمها تصدرت اهتمامات المواقع الأخبارية، حيث علق موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: ترسيم السيارات المنهوبة تثير اهتمامات بين المؤتمر والحوثي. وقال الموقع إن أعضاء في البرلمان الذي تسيطر عليه الميليشيا رفضوا إعفاء 7000 سيارة تابعة للجان الشعبية الحوثية من الرسوم الجمركية، في حين وجهت وزارة الدفاع المحسوبة على المخلوع صالح رسالة إلى مصلحة الجمارك تطالب بعدم ترسيم 139 سيارة تم نهبها من مركز مكافحة الجراد. وقال البرلمانيون إن معظم هذه السيارات مملوكة لجهات حكومية وترسيمها سيحولها إلى ملكيات خاصة. نقابة الصحفيين تكتشف اختطاف أحد أعضائها بعد اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي قبل 7 أشهر. وقال موقع الموقع بوست إن الصحفي في وكالة الأنباء اليمنية محمد عبد الملك الصلوي اختطف بتاريخ 17 أكتوبر 2016 في منطقة الراهدة وهو في طريقه إلى عدن. وقال نبيل الأسدي عضو مجلس نقابة الصحفيين إن الميليشيات الانقلابية اختطفت الصحفي الصلوي في نقطة الراهدة بعد اندلاع مواجهات بين المقاومة والجيش الوطني في منطقة الصلو. وتقول المعلومات إن الميليشيات قامت بالتحقيق معه بعد اختطافه لمدة أسبوع في الراهدة، وبعدها نقلوه إلى مدينة الصالح، وهناك تعرض لأسوأ أنواع التعذيب وعاش حالة لا وعي، لم يجد نفسه بعدها إلا بمعتقل الميليشيات في ذمار. ويتابع الموقع: طالبت نقابة الصحفيين بالكشف عن مصير الزميل الصلوي والإفراج عنه دون قيد أو شرط، وتحمل الميليشيات كافة المسؤولية عن حياته. إقليم الأسرى تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المشهور في الشرق الأوسط، وقال في جزء منه: المؤسف هو أن مشاهدة مأساة الأسرى الفلسطينيين تجري في منطقة تعج بالأسرى. لا نبالغ إذا قلنا إن دول المنطقة تعيش أسيرة شعور عميق بالخوف يتحكم في سياساتها وردود فعلها. خوف على الحدود الدولية التي تتعرض لمحاولة إسقاط حصانتها على أيدي الإرهابيين وعلى أيدي مهندسي الانقلابات الإقليمية، وخوف داخل الحدود من يقظة مشاعر تتجاوز حدود الخريطة أو تقل عنها. فضحت ويلات السنوات الأخيرة هشاشة الدول، بدت العواصف قادرة على اقتلاع أعمدتها. تحول الشعب مجموعات قلقة ومتصادمة تحتكم إلى النداء العميق لعصبياتها وتفتش عن قوة ضامنة خارج المؤسسات الرسمية. تقدمت فكرة الميليشيات والجيوش الصغيرة والرديفة، جيش لبعض الوطن ضد بعضه الآخر، جيوش صغيرة للفتك والثأر ومحو الملامح، لا يحكم سلوكها دستور ولا تعوق حركتها ضوابط، مجموعات أسيرة وجيوش أسيرة. كشفت أهوال المذبحة السورية ومجريات سنوات الاضطراب الكبير أننا أبناء إقليم لا يزال عالقا في كهوف الماضي. أيقظ الزلزال الأحقاد والشهوات والأحلام المكبوتة. الدول النائمة على ذاكرة إمبراطورية تتوهم القدرة على تصحيح ما تعتبره ظلماً ألحقته بها مرحلة تاريخية سابقة. تصاعدت شراهة التدخل وقلب المعادلات، والدول التي قامت على تسويات عاجلة بين مكوناتها وجدت نفسها في غمار مفاوضات دموية شاقة حول إعادة توزيع الوطن على المكونات. وليس من السهل على الإطلاق القبول بولادة خرائط جديدة للنفوذ داخل الخريطة الواحدة بعد ولائم الدم واستحكام قواميس التنابذ والكراهية. ندفع اليوم ثمن الإصرار على الإقامة المديدة في الماضي،
ثمن قرارات لم نجرؤ على اتخاذها. لو استسلم الفرنسيون والبريطانيون للذاكرة لكانت حروبهم مستمرة حتى الآن، والأمر نفسه بالنسبة إلى الفرنسيين والألمان. الخروج من جروح الذاكرة شرط لا بد منه لبناء سياسة قال برنامج الغذاء العالمي إن شحنة القمح التي وصلت إلى ميناء عدن للعاصمة المؤقتة للبلاد تخضع لفحص مخبري رسمي للتأكد من جودتها قبل عملية الطحن والتعبية والتغليف والتوزيع. ويقول موقع المصدر أونلاين إن جمعية حماية المستهلك اليمنية أشارت في وقت سابق إلى أن باخرة تتبع منظمة الغذاء العالمي فرغت شحنة حجمها 32 ألف طن متري من القمح الأمريكي المنشأ منتهي الصلاحية في ميناء عدن وفي مدينة عدن، وأن القمح لا يصلح للاستهلاك الآدمي. لكن بيانا للبرنامج أو لبرنامج الغذاء العالمي قال إنه قد تم عزل جزء صغير وحجمه 42 طن متري من هذه الشحنة الذي كان من الواضح أنه تعرض للتلف من مياه البحر ومن المقرر التخلص منه في عدن وفقا للإجراءات أو لإجراءات البرنامج المعتادة في مثل هذه الحالات. قال موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني إن ميليشيا الحوثي تعتمد على زراعة عشرات الألغام في طرق يسلكها الرعاة والمزارعين بالبيضاء. وقال الموقع إن عناصر المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء تمكنوا من استخراج عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في طرق ومزارع رعي الأغنام. وأكد مصدر في المقاومة الشعبية لسبتمبر نت أن الميليشيا الانقلابية زرعت طرقا ومناطق واسعة تستخدم لرعي الأغنام في مديرية ذي ناعم والزاهر بعشرات الألغام والعبوات الناسفة، وهو ما اعتبره المصدر استهدافا واضحا للأطفال والنساء الذين غالبا ما يعملون في مهنة الرعي. محمد عبد الملك الصلوي صحفي من مديرية الصلو بمحافظة تعز، متزوج ولديه عائلة ويسكن في العاصمة صنعاء منذ سنوات. اعتقلته الميليشيا ولم يعرف أحد بخبر اعتقاله إلا بعد 7 أشهر. عامر الدميني كتب مقالا عن صديقه القديم في المعتقل ونشره بموقع الموقع بوست. عرفت محمدا منذ كان في السنة الأولى في كلية اللغات بجامعة صنعاء وأنا في السنة الأولى للإعلام. لا يكره أحدا ولم يعادي أحدا ولم يختلف مع أحد. تخرج من الجامعة والتحق بوظيفة في وكالة سبأ للأنباء، وليس لديه في حياته سوى راتبه الشهري الذي يتقاضاه. كانت روحه المرحة والتلقائية تبدد حالة الكآبة والبؤس التي كانت تخيم علينا وتكسر الملل اليومي ونحن نسير على الأقدام في حي العلوف وشارع الدائري والجامعة الجديدة. وكانت تلك الأماكن هي الجغرافيا الكبيرة التي نتحرك فيها داخل العاصمة صنعاء. حدثني عن أمه وأبيه وعن ظواهر راسخة في المجتمع وعن الأرض والزراعة وأعمال الفلاحة التي كان يقوم بها صغيرة، وهي أشياء بدت مشتركة لدينا مثل أي شاب ينتمي لعائلة تمتهن الزراعة وترتبط بالأرض والمحصول وعمل العائلة المشترك. اليوم محمد عبد الملك الصلوي مختطف لدى ميليشيا الحوثي، وللأسف لم يعلم أحد باختطافه إلا بعد 7 أشهر. ما الذي اقترفه ليسجن كل هذه الفترة؟ وما الجريمة التي ارتكبها؟ ولماذا كل هذا الحقد الدفين الذي طال كل شيء من قبل عصابة الحوثي؟ كيف يقضي محمد أيامه في مكان اختطافه؟ وما هو حال أسرته الآن؟ كل تلك الأسئلة لن تجد لها إجابة في مجتمع متوحش تحكمه ميليشيا عنصرية مليئة بالحقد والغل والإرهاب. إنها جريمة، بل أم الجرائم. إنها كارثة لا تمارسها سوى ميليشيا الحوثي. أشعر بالأسى عليك يا صديقي، لكن صبرا محمد، فإن الفرج قريب. قال موقع الاشتراك نت إن مسلحين تابعين للميليشيات الحوثي فجروا منزل أحد الوجهاء الموالين لهم بمديرية فرع العدين بمحافظة إب وسط البلاد. وقالت مصادر محلية للاشتراك نت إن مركز مديرية فرع العدين شهد مواجهات مسلحة بين مسلحين تابعين لشيخ موال للحوثيين ومسلحين حوثيين، وأسفرت عن إصابة عدد منهم. وأرجعت المصادر أسباب تفجير المنزل والمواجهات إلى خلافات مالية بين الشيخ والميليشيات على إتاوات وجبايات تفرض على المواطنين وتجار مركز المديرية.
وفي ذات المحافظة قال الموقع إن جماعة مسلحة اختطفت نجل أحد التجار وطالبت بتسليم فدية مقابل إطلاق سراحه. قال موقع عدن الغد إن انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين دفع بالمواطنين إلى الوقوف في طوابير أمام محلات بيع الثلج بالمدينة لشرائه جراء الحر الشديد في فصل الصيف الحالي. وقال الموقع إن موردي الثلج يستثمرون الأزمة ليقوموا برفع أسعاره على المواطنين. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، قوم معنا. أهلا بكم من جديد. الكاتبة اليمنية بشرى المقطري تفوز بجائزة حسين العودات الصحفية مناصفة مع الكاتب ماهر مسعود، حيث قالت صحيفة العربي الجديد مركز حرمون للدراسات أعلن فوز الكاتبين بشرى المقطري وماهر مسعود مناصفة بجائزة حسين العودات للصحافة العربية في دورتها الأولى، وهي مخصصة للمقال الصحفي للصحفيين الشباب تحت سن 40 في المنطقة العربية. وأفاد المركز بأنه تقدم للمشاركة في المسابقة صحفيون شباب من 7 بلدان عربية، وقد تناولت مقالات المشاركين الخاصة بالمسابقة استنادا إلى إعلان الجائزة 3 محاور رئيسية، هي ثقافة الاختلاف واحترام الرأي الآخر، المرأة السورية، وحزب الله ودوره في الأزمة السورية. وقالت هيئة التحكيم إنها وجدت تفاوتا في قدرات المشاركين المتسابقين على عرض مواضيعهم. هيئة التحكيم أقرت النتيجة النهائية بإعلان فوز 2 منها، وأوصت بمنحها الجائزة مناصفة وهما العنف وثقافة الاختلاف في المجتمعات العربية للكاتبة بشرى المقطري، ويتميز المقال بعمق معرفة كاتبته بالموضوع ووضوح فكرتها ومنهجها المتماسك وأسلوبها الموجز والوافي في آن. وحزب الله والنموذج السوري للكاتب ماهر مسعود، ويشير مقاله إلى إحاطته بالموضوع وجهده التحليلي والتوثيقي. صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت إن نقابة الصحفيين اليمنيين وبمساندة إعلاميين وناشطين حقوقيين أطلقت حملة إعلامية واسعة لمساندة الصحفيين المختطفين لدى الميليشيا بالتزامن مع اليوم العالمي للحرية أو لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو. وأوضح القائمون على الحملة أنها تهدف لتجديد رفض انتهاكات الميليشيا ضد الصحافة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم والمطالبة بسرعة إطلاقهم، مشيرين إلى أن الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين تتصاعد وقد انتقلت إلى مرحلة خطرة جدا تمثلت بإصدار أحكام الإعدام مثل ما حدث قبل أيام مع الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي. لماذا تقدم الكوريون وتأخر العرب؟ تحت هذا العنوان كتبت المغربية روعة قاسم مقالها المنشور في القدس العربي مضيفة: في 60ات القرن الماضي كان وضع كوريا الجنوبية مشابها إلى حد بعيد لوضع أبسط دولة فيما يسمى بالعالم النامي، وكان دخل الفرد مشابها تقريبا لدخل دولة نامية كتونس في ذلك الوقت. وبعد الحرب بين الكوريتين التي دمرت البلاد والعباد، وجد الكوريون الجنوبيون أنفسهم أمام سؤال عسير ووضع صعب: فكيف يتقدمون ببلادهم؟ وكيف يخرجون من مأزقهم؟ وكيف يرممون ما دمرته الحرب؟ تكاد بيونغ يانغ تكون النموذج النقيض لجارتها سيول، وعلى كل المستويات. ففيما يحاول الجنوبيون تكريس قيم الديمقراطية والعدالة والشفافية والرفاه من أجل مصلحة الفرد والمواطن، يغرق الشماليون في عتمة حرب التهديدات والتسلح النووي الذي بات خطراً يمس العالم أجمع. تؤكد العديد من التقارير أن نظام بيونغ يانغ يستغل العمال الكوريين الشماليين حول العالم ويأخذ النسبة الأكبر من عائدات تحويلاتهم في الخارج من أجل دعم سياسة التسلح النووي. وفي هذا السياق خلاصة القول إن كوريا الجنوبية أصبحت من بين الأمم الناهضة التي اقتحمت القرن 21 من أوسع أبوابه بثقة كبرى بالنفس والقدرات رغم شح مخزونها من الموارد الطبيعية. ولهذا فهي بحسب رئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق تستحق تسليط الضوء عليها في العالم العربي للاستفادة من تجربتها الرائدة
التي لم تعتمد لا على ثروات طبيعية أو هبات مالية ضخمة أو غيرها، وإنما كان عمادها قدرات ذاتية وإيمانا راسخا بقدرة البشر على الفعل، بعزم فولاذي تجاوز مخلفات الماضي. ومن ذلك الاستعمار الياباني والحرب الكورية بداية خمسينيات القرن العشرين، وانتفاضة 18 من أيار مايو 1980 من أجل الحرية والديمقراطية. إضرابات واحتجاجات تعم العالم في يوم العالم في يوم العمال، هكذا عنونت صحيفة الخليج وقالت: أحيا العالم ذكرى عيد العمال، وعمت التظاهرات والمسيرات دولا عدة تحت شعارات مختلفة، حيث بدأت في فرنسا تعبئة ضد المرشحين للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما تتخذ في فنزويلا طابع التحدي للرئيس نيكولاس مادورو. وفي مدن بأنحاء الولايات المتحدة قادت نقابات عمالية وجماعات مدافعة عن المهاجرين تجمعات حاشدة بمناسبة عيد العمال من أجل الاحتجاج على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب. وفي روسيا خرج أكثر من 100,000 عامل في مسيرة اتجهت للميدان الأحمر بالعاصمة موسكو. أما في اليونان فقد أحيت نقابات العمال المناسبة بمسيرات وإضراب مدته 24 ساعة احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة في مقابل استمرار تلقي القروض الدولية، وتظاهر حوالي 10,000 شخص في أثينا. شبكة البي بي سي ركزت على تراجع الخطاب الأمريكي المتشدد تجاه تجارب كوريا الشمالية النووية، وعنونت: ترامب أتشرف بلقاء كيم جون أون زعيم كوريا الشمالية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتشرف بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون في الظروف المناسبة. وقال لمؤسسة بليمرغ الإخبارية الاثنين: إذا كان مناسبا لي أن ألتقيه سأفعل بالتأكيد، وسيشرفني فعل ذلك. وكان ترامب وصف كيم بأنه ماكر جدا. وقد أصدر البيت الأبيض بيانا في إعقاب تصريحات ترامب، قال فيه إن على كوريا الشمالية أن تفي بعدد من الشروط قبل إجراء أي لقاء بين الزعيمين. وقال ترامب: يتساءل الناس هل جونغ أون عاقل؟ لا أدري إطلاقا، ولكنه كان شابا بعمر 26 إلى 27 عاما عندما توفي والده، وتعامل مع أشخاص من الواضح أنهم شرسون جدا، وخاصة الجنرالات وغيرهم. من بين أكثر الأخبار قراءة في موقع هاف بوست العربي جاء بعنوان: البحرية الروسية تحتفل بأول قط يسافر إلى سوريا. وزارة الدفاع أشادت بالإنجاز، هذه مهمة على متن السفينة. ونشرت حسابات الشبكات الاجتماعية لوزارة الدفاع الروسية أحدث إنجاز لإحدى قطط البحرية الروسية بحسب ما ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية. وقيل إن هذا القط البرتقالي الذي جاء في الصورة كان أول قط يسافر في رحلة طويلة المدى على متن سفن البحرية الروسية إلى الساحل السوري. ويضيف موقع هاف بوست عربي: لطالما حظيت القطط على متن السفن الروسية بمكانة على مر السنوات، ويبدو حاليا أن دورها هو جعل العمليات العسكرية أكثر لطفا وإمتاعا. وذكر مقال نشر في وسائل الإعلام الروسية أن القطط على متن السفن تقوم بدور مهم، فصوتها يساعد في تهدئة أعصاب البشر على متن السفينة. ويضيف الموقع أن طاقما من القطط على متن سفن الأسطول البحري الروسي، والهدف منها بحسب الاعتقادات الشائعة جلب الحظ للسفينة والتنبؤ بحالة الطقس والعواصف. ومنذ مئات السنين والقطط تخدم على سفن، وتعد من أفراد الطواقم الافتراضيين، وتنال المكافآت والأوسمة. في زحمة تغطيته للمعارك لا ينسى الزميل علي جعبور تصوير الحياة بمكوناتها الجميلة في جولتنا المصورة، يصحبنا على علي بين طيور ميدي التي لم يسبق لكثيرين رؤيتها. نتابع الصور التي نشرها موقع قناة بلقيس.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.